إدري الأمير المؤمنين استكمال مسيرة الإصلاح والتغيير وبناء المغرب الحديث، وسنقف وراء أصحاب الجلالة كذلك في الدفاع عن حوزة التراب الوطني وقضية الصحراء المغربية وتصدي الأعداء للوحدة الترابية. السلام عليكم. نبيل وزاء، رئيس اقليمي المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد بامانه المحمديه. اليوم كنتواجدوا حنا بمؤسسه المعهد الامير سيدي محمد الفلاحه بالمحمديه، تحيينا واحد الحفل بالذكرى بمناسبه الذكرى الغاليه المسيره الخضراء، مسيره الذكرى ال 44 مع ساكنه مدينه المحمديه. كنشكر السيد المدير لمؤسسه المعهد الامير سيدي محمد، كنشكر الدرك الملكي اللي كان الحضور ديالهم، السيد رئيس جامعه سمسم جدوب، جميع فعاليات المجتمع المدني بعماله المحمديه. كنشكر الساكنه المحمديه اللي كان عدد الحضور ديال الساكنه 250، وكنشكر الجميع، كنشكر كذلك المنابر الاعلاميه، وتحيه للاخوان الاسره المنظمه وجميع فعاليات المجتمع المدني، وتحيه لموقع ميديا لايف. اليوم تم بحول الله وقوته احياء الذكرى اللي هي غاليه على قلوبنا، اللي هي ذكرى 44 المسيره الخضراء المظفره. وبصفتي رئيسة لهيئة الدفاع عن المرأة والطفل بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، كانت لنا نبدأ على دور المرأة وكفاحها وكذلك نضالها وتضحيتها من أجل وطننا الحبيب ومن أجل كذلك وحدتنا الترابية، وستظل دائما ذكرى لطالما افتخرنا بها وسنظل كذلك. وشعارنا دائما الله الوطن الملك. نشكر مدير المعهد مولاي محمد بمدينة المحمدية، وكذلك نشكر ساكنة المحمدية على حضورهم، ونشكر جزيل الشكر للسيد نبيل وزاع رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية الذي سهر على إحياء هذا الحفل. أستاذ فارسل على وعماد، أستاذ في مؤسسة هيلية عمر المختار جامعة سيدي مسلم جدوب، حضرنا اليوم لقاء أو نشاط عن موضوع المسيرة الخضراء المظفرة للذكرى 44. طب الحال استفدنا مجموعة من النقط اللي طرقوا لها الأعضاء حول المسيرة التاريخية الحاشدة التي كان قائدها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وكان عدد المشاركين فيها 350 ألف مغربي ومغربية و10% منهم نساء، وتم تشييد بدور المرأة في عملية التنمية سواء يعني التنمية يعني المحلية أو التنمية الجهوية والدولية. بعد السلام عليكم، أنا نورا الرك سفيرة القفطان المغربي وسفيرة النوايا الحسنة. أنا جيت سعيدة بحضوري في المحمدية مع الناس الطيبين وهاد الناس الرائعين يعني ولاد الكرام بمناسبة المسيرة الخضراء 44 المطفرة، وكان لي الشرف نكون مع المنظمة من منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. نبيل، أنا جيت سعيدة بهذا الحضور، وكنشكر المنظمة على الدعوة ديالهم كسفيرة النوايا الحسنة وسفيرة القطن المغربي.